السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا معلم. بارك الله فيكم. وأين طالب الجديد؟ ذهب إلى المكتبة. لمن هذا الكتاب الكبير؟ أول الطالب الجديد؟ لا، هو للطالب القديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت طالب الجديد؟ نعم، أنا الطالب الجديد. من أين أنت؟ أنا في كارو أبوجا. ما لغتك؟ لغتي إيغالا. ألك أخ؟ نعم، لي أخ واحد اسمه سليم، ولي أخت واحدة اسمها مفيدة. بارك الله فيك. كونوا معنا لحياة طيبة مباركة.